يا صباح الخير هبة، صباح الخير لارا. موجودين اليوم احنا في منطقة دير العسل. يعني العسل دائما بيقولوا انه اذا واحد بدك تصف شيء جميل تقولي والله انك عسل، وهون المنطقة هذه فعلا جميلة جدا، اسم على مسمى. منطقة تقع الى جنوب مدينة دير ابو سعيد، ومن اليوم بدنا نستضيف الدكتور احمد الشريدي وهو رئيس جمعية التنمية والأردنية، ومنا نحكي معاه على هذه المنطقة اللي بزورها وبأمها الآلاف يوميا من السياح العرب خصوصا من الدول الخليجية، وإحنا زايفينهم اليوم موجودين لحد الآن يعني مبيتين هون. نصبح عليك دكتور أحمد، نقول لك يعطيك العافية. أسعد الله صباحكم بكل الخير، بنرحب بكم اليوم من خربة موقع خربة دير العسل الطبيعي في الريف الغربي من لواء الكورة. هذا أجمل لاندسكيب موجود على التراب الوطني الأردني. هذا المكان الذي هو عبارة عن منظر طبيعي أسسته الطبيعة بتموجاته وبجباله وأوديته، هو يعتبر درة السياحة البيئية الموجودة في منطقة لواء الكورة. يتميز هذا الموقع بأنه منظر طبيعي يرتاده المصطافين والسياح من الدول العربية وداخل المملكة وخارجها. الحقيقة أنه هذا المكان الجميل اللي احنا فيه اللي هو خربة دير العسل الواقعة بالريف الغربي من لواء الكورة يعتبر مكان جميل للسياحة والاستصاف، وخاصة في فصل الربيع. فبتلاحظوا هالتلال الجميلة والأمواج اللي بتشوفوها هي عبارة عن تلال طبيعية انشئت عبر عصور جيولوجية مختلفة، وهالجبال هاي بتحتضن العديد من أنواع التنوع الحيوي، حيث يمتاز لواء الكورة كما قال عنه صاحب الجلالة الهاشمية: الكورة جنة والشمال من أجمل ما رأيته في حياتي. فعلا هاي الأماكن الجميلة تسخر بتنوع حيوي هائل وغزير، حيث أن 62% من مجمل التنوع الحيوي في الأردن يوجد في منطقة الكورة. الجبال اللي بتشوفوها هاي تسخر بالنباتات الطبية والعطرية، ومن أشهر النباتات الطبية الموجودة الزعتر والميرمية والبابونج وغيرها. إضافة إلى ذلك النباتات الأزهار البرية، حيث تشتهر بوجود أجمل أنواع الأزهار البرية وخاصة زهرة الأردن البرية البلاك آيرس أو السوسنة السوداء، إضافة إلى التوليب وشقائق النعمان والسايكلمون والعديد من الأزهار البرية التي تنتشر بالمنطقة. كما يعبر هاي المنطقة العديد من الطيور المهاجرة. وبهاي المناسبة بدنا نوجه نداء إلى إخواننا المصطافين في منطقة خربة دير العسل في الريف الغربي أن يحافظوا على الطبيعة، لأن هذه البيئة الطبيعية هي أمانة ورثناها عن أبانا ونرثها عن أجدادنا. إضافة نتأمل من الجهات المسؤولة تزويد هذا الموقع بالعديد من الخدمات، ومن أهمها أول شيء توسعة الطريق الواصل إلى المكان. إضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك مجموعة من الحاويات حتى المصطافين يخلصوا من النفايات اللي بيحطوها بشكل آمن وصريح، ونتأمل إقامة مجموعة من الاستثمارات السياحية مشان نوفر فرص عمل لأبناء المنطقة تسهم في عملية الدخل للمواطنين والشباب وخاصة. بالتأكيد أنا بعرفك أنك ناشط اجتماعي كمان على السوشيال ميديا، وبتعمل كثير من الفيديوهات حتى تسوق هذه الأماكن في الأردن وفي لواء الكرة بشكل خاص. يعني تحكي لنا عن شو خطتكم يعني التسويق السياحي بعجالة دكتور. الحقيقة احنا في جمعية التنمية للإنسان والبيئة في عندنا إن شاء الله برنامج مدعوم بحيث نقوم بتدرب أدلاء سياحيين من أبناء المنطقة يقوموا بعمليات الإرشاد والسياحة للمنطقة بحيث أنه توفر فرص عمل لأبناء الشباب. إضافة إلى ذلك نقوم بحمليات توعية للمصطافين بأهمية المحافظة على الطبيعة وصون الطبيعة خدمة لنا وللأجيال القادمة. شكرا دكتور أحمد، الله يعطيكم العافية. الله بكل الخير. شكرا دكتور أحمد على هذه المعلومات. بالتأكيد هذه المنطقة منطقة جميلة جدا تستحق أن تكون نظيفة وبيئة نظيفة، ومن أترككم زملائي لارا وهبة مع هذه اللقطات الجميلة مع مصورنا إدريس النصيرات.